صباح الخير البنات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم هانيه بصحه جيده. دابا راه ماشي الصباح، دابا راه وقيته ديال الغداء، حيت الصباح كنت نسجل لكم كما العاده. تمسح لي لا فيديو، صافي ما قدرت اني نعاودو. كما قلت لكم البنات، اليوم النهار الثالث من الديتوكس اللي غنجربو، واليوم نصور لكم النهار الثالث. المهم اليوم دازت، واخا البنات دازت شويه قاصحه صعيبه، تتصومي نهار كامل ما تاكليش، هذا تشربي غير الماء. غير البنات نصيحه، كثروا من الماء، ومن هنا تنقول خديجه شكرا، على السويبي ديالك وعلى النصائح ديالك، وعلى انني فوق ما سولتك ولا هضرت معك تجاوبيني وما تتبخليش عليا حتى شي حاجه وحتى شي معلومه. شكرا لك بزاف بزاف بزاف. وكما قلت لكم البنات، بلاتي نجيب هادو ديك اليوم تشربوا هادوك لي برودوي كاملين، وهذا الكتاب كما شفتوا تبقى متبعين فيه. بالنسبه لهذاك انا الصراحه ما كليت حتى شي حاجه، والله ما كليت حتى شي حاجه من الماكله الا الماء وهاد المكملات، وصافي متبع البروغرام كما هو. حيت لا بغيتوا البنات عاد خسروا فلوسكم وعاد تشريو، وباش ينجح لكم بروغرام وتنقصوا الوزن، فعليكم تبعوه كما هو وكما خديجه تقولوا لكم بالحرف الواحد، طبقوه وتمشيو به دقه دقه. وهذاك الشيء اللي قالته لكم ديروه، الا ما فهمتوش داك الشيء في هنايا في الكتاب فهي تتشرح لكم كل شيء. فانا كيف ما شفتوا هذا النهار الاول، هانتوما ساليتو كامل الحمد لله، النهار الثاني كذلك ساليتو كامل، ودابا وصلت للنهار الثالث اللي الصباح درت هادشي وصورت لكم، لاني مشاريه كلشي. فبالنسبه لليوم الثالث فهو اللي غيكون هادشي اللي غنديروه هو اللي غيكون في اليوم الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع حتى نساليو. فبالنسبه للصباح البنات، خديت 30 مليلتر ديال هاد جيل الويفيرا في كاس ديال الماء، باغدون سمحوا لي، شربته. ومن بعد خديت فوريفر اكتيف بروبيوتيك واحد الحبه من هذه كبسوله، وخديت واحد الغلاقه ديال هاد الترا لايت بلس، هاد الغبره اللي هي تتشبع بزاف، تشربيها عرفتي تحسي براسك شبعتي وتتحسي براسك صافي الشهيه تسدت لك، ما تبقاش تشوفي في الماكله ابدا، ما تضريش بها. وكما قلت لكم الحركه الرياضيه. دابا اليوم الثالث عندنا فيه 30 مليلتر ديال الويفيرا، وعندنا ناخذ الساشي ديال هذا فايب فوريفر فايبر. ومن بعد عندي واحد الوجبه ديال الغداء اللي كاينه هي في الكتاب هنايا، نوريها لكم تختاروا منها اللي بغيتوا تاكلوه. نوريها لكم صحه ليا غير نلقاها دقيقه، ها هما هادو وجبات كاملين تختاروا منهم الوجبه اللي بغيتو. انا اختاريت بولي ايريز، الدجاج مع الرز وفيه الخضر وفيه، انا نوريكم الطريقه كيف ديروا طيبوه وصافي كما قلت لكم. والماء الماء الماء كثروا الماء. وبالنسبه للوجبه ما خصهاش تعدى ما بين 400 حتى 600 كالوري. هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم. وبالنسبه للعشاء فتكون فيه حتى هو 30 مليلتر ديال الويفيرا، وكابسول ديال فوريفر اكتيف بروبيوتيك، وواحد ساشي فايبر فوريفر فايبر، وعاد 300 غلاقه ديال هذا لي بودر، 300 مليلتر ديال الماء، بحال اللي غنشربوا هاد لي برودوي كاملين في العشاء. ومن في العشاء البنات ضروري 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 بلاتي نوريكم، فقلت لكم ملي نتعشاو فضروري ما نشربو 250 مليلتر ديال الماء مورا هذاك الشيء اللي غنديرو في العشاء. هذا هو، هما كلشي راه كاين، كلشي في الكتاب واضح واضح. ولاني خديجه غتبقى داير معكم السويبي حتى تساليو البروغرام ديالكم. وبالنسبه لليوم الاخر غتشوفوها في الفيديو، وخلي هذاك الوزن ديالي وشحال نقصوا هذه فخليها تشوفوها، ما نقول لكم حتى حاجه دابا، غتشوفوا كل شيء في الفيديو اللي صورت لكم ديال اليومي. المهم خليكم معايا، دابا غادي نشرب هذا الشيء ديالي باش نوجد الغداء. كما شفتوا عندي هنا البنات، درت واحد البصله مشلضه، جوج دراسه ديال الثومه، وواحد جوج معالق زيت بلديه، نخليهم يتشحروا باش غنزيد معاهم طريفه ديال الدجاج ديالي، وغنزيد معاهم كرعه محكوكه وخزو محكوك،
انا غنصاوب الوجبه ديال 3 ايام هكا باش ناكلها 3 ايام دجاج، ومن بعد الايام الاخرى غنشوف شنو غندير، اما الحوت اما اللحم. وهنايا ها هو الرز ديالي سلقته وصافي. المهم خليكم معايا انتم تشوفوا المراحل. هانتوما البنات البصله ديالي تشحرات، دابا غادي نزيد عليها الدجاج اللي انا داك 140 غرام ديال الدجاج ضربتها في ثلاثة هكا باش غنقسم هاد الوجبة ديالي على ثلاثة المرات، واحدة اليوم واحدة غدا واحدة بعدو ان شاء الله لقنا صحية. صافي غنزيد عليها شوية الزنجبير شوية الخرقوم شوية شوية وقريصة الملحة، متكتروش الملحة بزاف. وغادي نشد الخزو ديالي ونقدر نحكم هكا رقاقين ونعاود نرجع عليكم. هو البنات حبت الخزو ديالي مجهد على البوطه باش هكا هذاك الدجاج ما ينشفلياش، والبصله طلق ليا الماء، كيما شفتو طلقات ليا الماء، راه ما زايده لا ما لا والو. دابا راه عن القرعه والخزو يزيدو يطلقو الماء، وزدتها نسبتها بشويه المعدنوس. دابا غادي نغطيها ونخليها طيب هكا على خاطرها، وندوز انا نشرب هذوك المكملات ديالي. كما تشوفوا البنات دابا غنبدا ب 30 مليلتر ديال الويفيرا كما العاده، تنعبر جوج غلاقات نديرهم في كاس الماء. هانتوما ونرجعوها للثلاجه، نحركوها نشربوها. بسم الله. ونديرو علامة هنايا حيت دابا ديك الأيام تتشابه وبقات لينا باش هكا نعقل شنو شربنا وشنو لا. دابا غنرد هاد الويبرة التلاجة وندوز باش نشرب هاد فوريفر فايبر. دابا دزت باش نشرب الفوريفر فايبر ديالي، نحلو وتنخويه هكا في الكاس ديال الماء عامر. شوفوا نحركو مزيان، هاهو صافي. دابا البنات شربت دابا هاد المكملات ديالي، بقى لي ناخد الوجبه ديالي اللي ما تتراوحش ما بين من بين 400 حتى 600 كالوري، ونتغدى وصافي حتى يوصل العشاء ديالي. وها هو النهار الثالث غيدوز ان شاء الله، وهكا تيدوزوا الايامات ديال نهار الرابع الخامس السادس السابع الثامن حتى النهار التاسع والاخير، تيدوزوا نفسهم نفس الثالث نفس البروغرام تتمشي عليه، ومع شرب الماء بزاف ومع كذلك الحركات الرياضيه اللي ما تنساوش هي 30 دقيقه في اليوم. مهم نخليكم حتى يطيب لي الغداء ديالي، ها هو قريب نحطو ونوريكم البلا ديالي. هذه هي الغديوه ديالي البنات ديال اليوم، صافي نمشي نتغدى. مهم نتمنى انكم تتبعوا معايا ان شاء الله البروغرام حتى الاخر. يلا بصحه غداكم، نمشي ناكل باش نتسنى يوصل العشاء باش نكمل النهار الثالث. هذا رجعت لكم البنات من بعد ما داز النهار، داز الفطور الغداء داز الكوتي، الكوتي ما تيكون فيه حتى شي حاجه. المهم وصلنا للعشاء وها هو النهار داز. والله البنات زعما اللي عندها الوزن زائد وبغات تضعف وبغات توصل هذيك الوزن المثالي، فما عليها غير تتبع الديتوكس وتتبع التعليمات اللي تتعطيها خديجه، ودير داك السويفي اللي تدير معاها خديجه، فراح توصل لواحد النتيجه اللي هي مرضيه وزوينه. حيت البنات الا بغيتي توصل الوزن وبغيتي انا الديتوكس ينفع معاك ويدير النتيجه، فعليك تبعيه كما هو كما تتعطيك خديجه دوك التعليمات، كما خصك تطبقيهم وخصك شويه الصبر. وكما تنقول لكم دائما الماء بزاف والرياضه 30 دقيقه كل نهار. دابا ندوزو للعشاء باش تشوفوني العشاء شنو غناخد فيه، خليكم معايا. كما شفتوا البنات هنايا هو الفطور درتو الغدا، ودابا وصلنا للعشاء. العشاء فيه 30 مليلتر ديال هادي في كاس ديال الماء، فيه حبه من فوريفر اكتيف بروبيوتيك حبه، وفيه ساشي ديال فوريفر فايبر، وفيه هاد الترا لايت
300 مليلتر غلاقه في 300 مليلتر ديال الماء. في العشاء تنشربوا هاد المكونات بربعه كاملين، ما كناش نشربوهم في النهار الاول والنهار الثاني كاملين، ولكن من النهار الثالث حتى للتاسع التسع ايام اللي بقات فنشربوا فيها المكونات في العشاء بربعه كاملين. وضروري ضروري البنات ما نشربوا، انا نقول لكم ضروري ملي نساليو هادشي كامل فنشربوا 250 مليلتر ديال الماء. هانتوما عبروها غير هنايا في الكاس، فراه كاينه هاي 250 مليلتر. هانتوما واش تتبان لكم ولا لا؟ ما تتبانش، نشوف ها هي. دابا نبداو على بركه الله حتى نعمروا الماء كما العاده. كاس ديال الماء تنديروا فيه جوج غلاقات ديال هاد الجيل الويبيرا، ودائما البنات نحتفظوا به في الثلاجه هكا. كما كتشوفوا ها هو، ودابا غادي نشربوا. ناخذ كاس الاخر ديال الماء. عندي بصاشيه من فوريفر فيبل ها هي، وغادي نفتحها هكا ونقويها في الماء على الشكل، نحركها مزيان ونعاود نشربها. من بعد ما نخلص الساشيه ديالي في الكاس ناخذ واحد الحبه ونشربهم مره واحده. هما الحبات كدايرين تيجيو صغار على هذا الشكل. فهذا شرب ديال اليوم الاول وديال اليوم الاول واليوم الثاني ودابا الثالث. انا شتي تجي البنات على هذا الشكل صغيوره. بسم الله صافي، ساليت البنات من هادو، هادو ساليت منهم، هادي ساليت منها. هاد العشا راه تبعوها البنات على 9 ايام، هاد 7 ايام اللي بقى كلها تبعوا هادشي. دابا نجي هادي الخلايط هاي كيف ما تشوف كي تجي فيها هادي الداخل ها هي هي تنعبروا بها هكا. في 300 مليلتر ديال الماء راه بنينه البنات، المذاق ديالها زوين وبنين وتتشبع وتتدهم وتتعمر لك المعده، ما تتحسي لا بجوع لا بتا شي حاجه، وتتسد لك حتى الشهيه. صافي كنخلطو مزيان البنات، صافي تتجي بنينه غديره وصافي البنات. دابا نمشي نشربها باش نتكى شويه ونشرب من بعدها بشويه، نشرب ديك 250 مليلتر ديال الماء وصافي البنات. دابا نخليكم هنايا ونتبع ان شاء الله النهار الرابع الخامس السادس السابع الثامن والتاسع، ان شاء الله نهار العاشر اللي يعني غنتعبر فيه وغنشوف الوزن ديالي. ما عرف مال عينيك لكن غنشوف الوزن ديالي كيفاش شنو وصلت وشحال نقصت في هاد المده ديال 9 ايام، وغنقول لكم النتيجه ان شاء الله في هاد الفيديو اللي غادي نحطو لكم من بعد ما تدوز هاد 7 ايام اللي بقات. يلا خليتكم على خير، ليله سعيده، ونتلاقاو ان شاء الله نهار العاشر اللي غيكون فيه الوزن ديالي، وليله سعيده، تصبحوا على خير. وتنتمنى انكم تفهموا الطريقه والتعليمات، ولا فهمتوا شي حاجه فرب طبيعه الحال ملي تواصلوا مع الخديجه اللي نخلي لكم دائما الرقم ديالها الفوق هنايا، فهي راه تدير معكم السويفي وتبقى معكم حتى تساليو ان شاء الله 9 ايام كامله. واي حاجه بغيتوها واي حاجه سولتوها واي حاجه احتاجيتوها فغتلقاوها دائما في جنبكم، ودائما غتلقاوها تجاوبكم في ديك الساعه تجاوبكم وتعطيكم كل شيء داكشي اللي تحتاجوا. يلا البنات باي باي.
سلام البنات، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه وكلشي مزيان؟ نتمنى اموركم على خير وبخير. رجعت لكم اليوم بعد ما سال ليا ديتوكس ودوزت 9 ايام كامله مزيانه كما عاد تشوفوا في الفيديو، في اول فيديو النهار الثالث كيفاش بديتو واستمريت على هذاك على هذاك الشيء اللي تنشرب من النهار الثالث حتى التاسع، والحمد لله ساليتو. اليوم النهار العاشر اللي تعبرت فيه في الصباح ولقيت انني رغم انني نقصت تقريبا كيلو في اليوم الاولى، ولاني الحمد لله من بعد هذيك 7 ايام اللي بقات فنقصت 6 كيلو على البنات، 6 كيلو. وتنحس براسي خفيفه نشيطه، الامعاء ديالي ما بقاش عندي هذا الامساك، ولا عندي الهضم مزيان. فتنصحكم البنات انكم تجربوا انكم تنقصوا الوزن بطريقه صحيه، وكذلك بان الوزن ديالكم تكونوا ناقصينه والجسم ديالكم تتغذى وصح. زعما مش عاقول لكم كما تنقولوا ماشي تضروه، ولكن تتحيدوا السموم، تتحيدوا بزاف ديال الحاجات، وهكا تكون جسم صحي ووزن مثالي وتتوصلوا للوزن اللي بغيتو. فلا تبعتوه اكثر وتدققتوا في الطريقه ديالو فتقدروا تنقصوا 9 كيلو. مهم البنات تنقول لكم انكم تجربوه وانكم تصلوا بخديجه، فهي دير معكم السويفي وعتبع معكم من بدايه ديال الديتوكس حتى النهار الاخير اللي تعبروا فيه وعتلقاو الوزن اللي بغيتو ان شاء الله. فالبنات نتمنى ان التجربه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه. غنخلي لكم المعلومات ديال خديجه اسفل الفيديو، فاللي بغاها يتصل بها وهي في الواتساب، فهي تكون معكم من الاول حتى الاخير، والديتوكس هيوصلكم حتى للدار عندكم ان شاء الله. بسلامه البنات، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والهلا يخطيكم، تنبغيكم بزاف.